الفيديو الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول فرقة الآتيز الكورية إلى الرياض. تجمع رهيب من قبل الفتيات المراهقات أصحاب 13 لل 25 عام. صريخ لا مجال له ولا وضع له ولا نهاية له. ولا يعلم المحيطين لماذا يصرخون. تأتي زيارة الفرقة الكورية للرياض للمشاركة في حفل السعودية كيكون 2022. تفاعل فوق التوقعات من الجمهور مع أجواء حفل كون الموسيقي الذي يمتد لليوم مع فرق جديدة على مسرح محمد العلي بالرياض. الحفل الذي يحصل لأول مرة في الرياض ضم أكثر من 100 فنان كوري موزعين على عدة فرق تعتبر من الأشهر في كوريا والعالم. وبالعودة إلى حفلة أمس، أطلت فرقة البي آي جي على المسرح وقدمت وصلة استعراضية رائعة، بالفعل تفاعل معها الجمهور بشكل لافت للنظر منذ بداية طرح تذاكر الحفل، وأصبح الحفل كامل العدد. مهرجان الكيكون الموسيقي هو واحد من أشهر المهرجانات الموسيقية الذي سيقام لأول مرة في العاصمة الرياض برعاية وزارة الثقافة. المهرجان لمدة يومين، يوم 29 سبتمبر لحد 1 أكتوبر، يشمل حفلات موسيقية لأشهر النجوم والفنانين الكوريين الذين سيؤدون أشهر أغانيهم على المسرح، من ضمنها أشهر الفرق الكورية ذا بويز، إضافة إلى عدد كبير من الحفلات الموسيقية والمشهورين أيضا في العالم. بتبدأ أسعار التذاكر من 180 ريال وتصل ل 550 ريال سعودي. التذاكر بيتم طرحها على 4 فئات. حجز التذاكر سهل وبسيط وما بياخدش وقت، لأنه بيتم على منصة تيكت ميكس.